السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد حول البروجي دو كلاس اللي كاين غالبا ما كتكون شجرة العائلة ولا لاربر دو يعني جينيالوجيك. اليوم بغيت نشير واحد الفكرة سواء للأمهات ولا للأساتذة، علاش ضروري يلتزم بديك الشجرة ولا والهدف ديالنا من البروجي ولا ليكتور هو التلميذ أنه يزيد الفوكابولير ديالو ويغني الرصيد اللغوي ديالو. علاش ما نخدموش أنه في النهاية خص كل تلميذ يكون قادر على انه يعرفنا، ماشي يجيب لنا ديك الشجره اللي كتصيبها الام ديالو ولا الاخت ديالو وصافي. بحال هكا كل تلميذ الا خرجنا في النهايه ديال هاد الشهير ديال البروجي يقول لنا بحال هكا: جو سالي ا توس، جو سوي سامي، جو فو بريزونتي ما فامي، جو سوي سميتو، جو في فو بريزونتي ما فامي. الا قال لي غير هاد الجمله في النهايه وعرف اش كيعني بها غتكون مزيانه. فواسي مون غون بير محسن، ويعطينا كل تلميذ خصو ينوض ويقول لينا هكا: فواسي مون غران بير، ويعطينا الاسم ديالو. فواسي ما غران مير، ويعطينا الاسم ديالها، يعني يهز ديك لاربر ديالو ويقدر يبريزونتيها، ويعاود يمشي للاب ديالو ويعاود يمشي للام ديالو بحال هكدا: فواسي مون بير عماد، فواسي ما مير، ويدير لنا الاسم ديالها. يعني نخدمو على البريزونطاسيون كتر ما نخدمو على التلصاق، يعني راه نقدر نعطيها انا جاهز هذا الشيء، عمر لي الاسماء، يكون قادر يقراها، يقدر يبريزونتيها قدام الاصدقاء ديالو ويميموريزيها، غتكون احسن حاجه. وكذلك غادي يدوز يعني فواسي ما سور، يعطينا الاسم ديالها، ويلا كان فواسي مون فخير، ويعطينا الاسم ديالو.